مشاهدينا الكرام احييكم اجمل واطيب وارق التحيه، ونحن نلتقي بكم من جديد في برنامجكم الاسبوعي مسكوت عنه الذي يطل عليكم من خلال شاشتكم، شاشه قناه سامراء الفضائيه. فحياكم الله وبياكم اينما تكونوا في ارجاء المعموره. احبتي المشاهدين، قبل ان ندخل في حلقه هذا الاسبوع فلنشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود ان شاء الله. من منطقة أعلنت نكبتها وفق بيان رسمي لمجلس النواب العراقية، فهل أنصفت حكوميا بعد الضرر اللاحق بها والجهود التي بذلتها بلدية صينية لإعمارها بأموال صندوق إعادتها؟ فهل لبت حاجتها للنهوض بواقعها؟ وما دور محافظة صلاح الدين في خروجها من أكوام الركام الذي غطى بهجتها الأولى؟ وهل من مشاريع تطويرية لتحفيز بعض نازحيها على العودة لمنازلهم والعمل فيها؟ أما المنظمات الدولية بما ساهمت في إحياء المدينة وبث روح الحياة فيها، وهل ستنال ناحية الصينية حظها في خطط مستقبلية تسعى لتنميتها من أجل بسمة أهلها؟ أهلا بكم أحبتي المشاهدين من جديد، يسرنا أن يكون ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع المهندس علي بدر عبد مدير بلدية الصينية. تعالوا معي باسمي وباسمكم لنرحب سوية بضيفي الكريم، وحياكم الله أستاذ علي. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله وزارتنا البركة وكل الهل بكم، والله محيكم بين أهلكم وناسكم، حياكم الله. بارك الله بكم أستاذ علي، ربي يحفظكم. بداية أستاذ علي، كيف تقيم لنا الواقع العام في الصينية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا واقع الحال حاليا في ناحية الصينية، تشهد ناحية الصينية حركة أعمار كبيرة جدا إن شاء الله، ووضع استقرار جدا آمن في ناحية الصينية، حيث يتم من خلال القوات الأمنية، جهد القوات الأمنية المتمثلة باللواء الرساليون 31 وأيضا معاونية الشرطة الصينية واللواء 95 الجيش العراقي. الحمد لله وشكر، الوضع جيد جدا في ناحية الصينية ومستقرة الوضعية، والعوائل بتوافد سريع جدا إلى ناحية الصينية تزامنا بحملات الإعمار والبناء التي تشهدها ناحية الصينية وحملات رفع الأنقاض والمخلفات الحربية. طبعا هذا كله دعم للمواطن ودعم لحركة العودة السريعة إلى ناحية الصينية، وبعد توفير كافة اللوازم والاحتياجات لهم إن شاء الله. نعم جميل أستاذ علي، ذكرت لواء 31 كان إلى بصمة أيضا معاكم في رفع الأنقاض ودعم اللوجستي لبلدية الصينية، حدثني عن هذا الموضوع. حقيقة احنا أول ما دخلنا لناحية الصينية في عام 2018 1/12/2018 طبعا استحصلت الموافقات الوصولية من قبل لواء عمليات صلاح الدين الحزبي حشد الشعبي وعمليات صلاح الدين الجيش العراقي بدخول ناحية الصينية، حيث أمر السيد محافظ في حينها دخول ناحية الصينية بعجلاتنا متمثلة بجهد كان مقدم من قبل محافظة صلاح الدين. نعم. قسم الآليات بلدية صلاح الدين كافة طبعا جمعات من أجل رفع الأنقاض والمخلفات الحربية التي كانت فيها في ناحية الصينية. هذا بيا سنة 2018 بشهر 12 1/12. نعم. حقيقة انصدمنا أول ما جئنا إلى ناحية الصينية، حجم الأنقاض وحجم الخراب كان كبير جدا، حيث أعلنت منطقة الصينية منطقة منكوبة من قبل البرلمان العراقي. نعم. وحجم الدمار كان فيها جدا مهيل، فعانتنا إن شاء الله لواء الرساليون ذكرت جنابك ولواء 31 رساليون حشد الشعبي ساهموا في دخول العوائل وساهموا في دخول الآليات. نعم. ولا يزال يقدمون الخدمة للناس ويقدمون الخدمة لكافة الدوائر، ودعمهم لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية في ناحية الصينية لهم دور بارز جدا ولا ينسى، وأيضا دور كان فوج الطوارئ الأول وأيضا معاونة الشرطة الصينية، واليوم عندنا لواء 95 الجيش العراقي. نعم. أيضا في ناحية الصينية الحمد لله وشكر، الوضع جدا جدا ممتاز في ناحية الصينية. طيب البرلمان العراقي أعلن أنه ناحية الصينية من ضمن المناطق المنكوبة
اللي احتلت من قبل خفافيش الظلام داعش الإرهابي، شنو الدعم اللي تقدم لناحية الصينية؟ نعم. بعد إعلان أنه المنطقة منكوبة، عندما أعلنت منطقة منكوبة حقيقة كان ناحية الصينية لا تزال منطقة عسكرية، أعلنت بال 2016 إلى 2017 في البرلمان العراقي، احنا دخلنا المدينة 1/12/2018، كان حجم الأنقاض كلش مهيل، وبلدية الصينية وقع على عاتقها انه تنظيف المدينة من هذه المخلفات الحربية التي كانت عائق كبير جدا امامنا، وكان تحدي جدا قوي، وكان تحدي جدا كبير على الجهد المقدم، الجهد الهندسي اللي موجود مع كوادري، حيث كانت العبوات الناسفة في كل مكان. لولا جهد اللواء الرساليون، عمليات العسكرية اللي لديهم قسم متفجرات، وأيضا معاونية الشرطة الصينية قسم متفجرات، حيث كان العمل خلية وحدة، أنه عندما نجد أي عبوة ناسفة يتم الإبلاغ عنها مباشرة، يأتي فريق عمل ويرفع العبوة ويعالجها فورا ويبدأ العمل إن شاء الله مرة ثانية. حقيقة المرحلة الثانية اللي كانت هي مرحلة إعمار، مثل ما تفضلت أنت، الدعم للحكومة المركزية لمحافظة صلاح الدين، كان من ضمن مشاريع محافظة صلاح الدين أنه دعم ناحية الصينية، بنى التحتية كانت بها محطمة، ودوائر الحكومية كانت بها محطمة 100%. هاي البناية التي الآن جالسين فيها كانت نسبة الدمار بها محطمة 100%. وقع على عاتق محافظة صلاح الدين إعادة إعمار هذه المدينة المنكوبة. في جميع شتى المجالات. فيما يخص مجال التعليم، بادرت محافظة صلاح الدين بترميم مدارس ناحية الصينية بواقع 5 مدارس، وأيضا إضافة مدارس سيدة نفيسة، وإضافة مدرسة الفارابي أيضا، ومدرسة الروافد أيضا هم على صندوق الإعمار، مدرسة الروافد على تنمية الأقاليم، ومدرسة ثريا أيضا على تنمية الأقاليم أنجزت، وإضافة مدارس أخرى 6 صفوف عليها أيضا حاليا طاقة استيعابية للمدارس ناحية الصينية، 20 مدرسة توافد العوائل بشكل سريع جدا تزامن مع الإعمار الموجود في ناحية الصينية. فيما يخص مشروع المجاري، أيضا بادرت محافظة صلاح الدين بتأهيل مشروع ماء ناحية الصينية القديم وتجهيزه بكافة معداته. ايضا فيما يخص مجال الكهرباء، ايضا ساهمت ايضا محافظه صلاح الدين في اعاده اداء الكهرباء في ناحيه الصينيه وتزويدها بمحطه متنقله، ومن بعدها محطه قبل عده ايام، قبل شهر او ما يقارب شهر ونص، تم رفع المحطه المؤقته وتم تجهيزها بمعدات ثابته. في كل المجالات ساهمت محافظة صلاح الدين، خاصة في مجال رفع الأنقاض المخلفات الحربية، حيث بادرت محافظة صلاح الدين بدعم بلدية الصينية بعدة حملات، ومن ضمنها حملات كانت مقدمة من بلديات صلاح الدين، من عدة بلديات مشتركة، وكان فريق عمل دؤوب وعمل متواصل ليل ونهار من أجل رفع الأنقاض والمخلفات الحربية التي كانت في أمامنا. طبعا منازل المواطنين بلغت نسبة الدمار في ناحية الصينية أكثر من 40%. نعم. إحنا أستاذ علي نجي على نقطة حتى يفتهمها المشاهد. كم متر مكعب رفعته من الأنقاض؟ نعم. طبعا بالبداية نقدر نقول ناحية الصينية، عندما قدمنا ناحية الصينية كانت الدور المحطمة في ناحية الصينية نسبة الدمار 100%، 1223 دار مهدم 100%. نسبة البيوت المنازل المحروقة والمتضررة 3340 دار. مجمل رفع الأنقاض والمخلفات الحربية التي تم رفعها أكثر من 1,000,000 متر مكعب في ناحية الصينية. أوف، كم يوم طول عندكم؟ هذا من 2018 بشهر الواحد 2018 شهر 12 ولغاية الآن إحنا نرفع أنقاض. لحد هاي اللحظة إحنا نرفع. بس ما شاء الله من ساحة حرب ناحية الصينية إلى ما شاء الله يعني منطقة هادئة، منطقة بها تبليط، بها خدمات، بها متنفس، يعني نقدر نقول متنزهات صغيرة. كل هذه قدمت دور المحافظة لكم أم صندوق الإعمار؟ نعم، بالتأكيد هذا الجهد كله كان محافظة صلاح الدين، حيث بلغت عدد المتنزهات والحدائق التي أنشأت في ناحية الصينية 10.
لكي يكون متنفس للعوائل، متنفس للشباب، متنفس لهم. وايضا كان له دور ايضا صندوق الاعمال، لا يخفى على صندوق الاعمال ايضا كان له دور في ناحيه الصينيه. نعم. ايضا بتوجيه مقابل محافظ صلاح الدين، وايضا كتب كانت مخاطبات محافظه صلاح الدين. تم استحصال الموافقات ببناء مع بناء مديريه بلديه الصينيه، وبناء بنايه ناحيه الصينيه، وايضا تطوير شارع الجنسيه باتجاه حي السعد. الحمد لله هذه كلها كانت تصب في خدمة المواطن. أيضا نعمل احنا جاهدين كنا ليل ونهار من أجل نفكر في ستة الوسائل من أجل تقديم خدمة للمواطن. طيب عدد الدوائر المهدمة، يعني الدوائر الحكومية في الناحية، وعدد المنازل شقد بلغ عددهم؟ المنازل؟ نعم، المنازل والدوائر الحكومية. الدوائر الحكومية عندنا تقريبا ما يقارب ال 11 دائرة كانت محطمة بنسبة دوائرها 100%. تم إعادتها على دعم الاستقرار محافظة صلاح الدين. نعم. وأيضا تنمية الأقاليم، تم إنجاز مشروع محكمة الصينية، وأيضا قلت لك مدارس في ناحية الصينية، أيضا حيث مدرسة سعد، ثانوية سعد، ومدارس أخرى، وأيضا تطوير عدة دوائر أيضا أخرى في من ضمنها الدفاع المدني. نعم. ودائرة معاونية الشرطة الصينية ودائرة البطاقة الموحدة في الصينية، هاي كلها على محافظة صلاح الدين. طيب دور المنظمات؟ منظمات طبعا لا يخفى عليكم أنه منظمات كان لها دور يعني بارز جدا حقيقة، أنه عانونا في محنتنا في ناحية الصينية. عندما كنا نعمل كانت منظمة UNDP قدمت لنا المساعدة في ناحية الصينية. طبعا من ضمن المنازل عانت منازل في ناحية الصينية 1000 منزل عمرت المواطنين، تم إصلاحها من قبل منظمة UNDP مشكورة. وأيضا كان لها دور كبير في ناحية الصينية، أيضا إعادة وتأهيل وبناء مشروع ماء الصينية العصرية بطاقة استيعابية 200 متر مكعب، وأيضا مشروع الحي الفاروق الجنوبي أيضا بطاقة استيعابية 200 متر مكعب، هاي كانت على منظمة UNDP. وأيضا منظمة UNDP ساهمت في إعمار في ترميم 117 محل في ناحية الصينية، وأيضا في تجهيز مديرية بلدية الصينية، أيضا بالتوزيع توزعهم منظمة، تم توزيعهم قبل المنظمة بإشراف البلدية 1000 حاوية بسعة 1100 لتر و 88 حاوية بسعة 1100 لتر للسوق. فمشاريع كثيرة جدا يعني ما استذكرها يعني. أيضا منظمة الـ IOM. طيب هذني المنازل اللي تم إعادة تأهيلها من قبل المنظمة، دول لهم بعدين تعويض؟ حقيقة أنا ما أفقه بهذا الموضوع، ما في أنه بها التعويضات، هي ملف التعويضات أنه يعني يقدم المواطن في حينها، يقدم طلب عن طريق المحكمة. هي منظمة UNDP عندما تجي يعني تعمر منزل تجي تطلع كشف عن طريق سيد مدير الناحية أو لجنة مقدمة من قبل مديرية الناحية الصينية، يتم ترميم المنازل كأن يكون شبابيك، كأن يكون صبغ أو كذا يعني. ساهمت أيضا في إعادة العوائل حقيقة. حقيقة جدا. أيضا منظمة IOM لا يخالف. نعم. منظمة IOM ساهمت ب إيش قد عدد العوائل اللي رجعت للصينية؟ حاليا 70% من العوائل رجعت. 70%. أكو حاليا عوائل ما ترجع بسبب أنه مو على مود الوضع الإملاء. أنه أكو عوائل استقرت بغير أماكن. مو بس هاي أستاذ، يعني إحنا خلينا نكون واقعين أنه اليوم المواطن دا يباوع على ملف التعويضات. يقول يعني يقول لك أنا ما أقدر أجي إذا ما عندي إمكانية حتى أدفع، إمكانية حتى أجر، أنا لو أستلم تعويضي. تقريبا الناس أكثر الأهالي دا ينتظرون ملف التعويضات ينحسم، دا تطلع بين وجبة ووجبة، دا تطلع الناس دا نشوف حركة إنه كل ما تطلع وجبة تجي الناس تبني مباشر بيتها، تبني تكمل بيوتها. حقيقة إنه بلدية الصينية والمؤسسات البلدية بتوجيه محافظ صلاح الدين من 2019 ولحد الآن بتوجيه مدراء المحافظات، المحافظة صلاح الدين بتوجيه مدير بلدية صلاح الدين المحترم، أيضا تم رفع 700 دار من قبل جهد اللي واقع على عاتقنا. نعم. طبعا هو جهد كبير جدا. يعني كل منزل ما شاء الله منازل كبيرة جدا، يعني كل منزل 30 إلى 40 قلاب. فهذا جهد على البلدية وجهد بالوقت، جهد بالحمد لله والشكر. يعني أكو مقولة
هناك مقولة تقول الألف ميل تبدأ بخطوة. أكيد. الحمد لله وشكرا، إحنا عندما قدمنا لهذه المدينة مدينة أشباح كانت، فدمار والخراب كل مكان. الحمد لله بدأنا من الخطوة الأولى، والحمد لله وصلنا بالمدينة إلى ما هو عليه. نوعا ما أنه إحنا ما راضين على الخدمات، اللي أنا مدير بلدية أنه أريد أرتقي بالمستوى الأفضل للأهالي طبعاً. يعني بداية يعني أقدم لهم. حالياً أكو دعم من قبل مجلس المحافظة والمحافظة لكم؟ حالياً إحنا عندنا مشروع المجاري، يعني إحنا قلت لك يا أستاذ إحنا يعني هو هذا أهم قطاع تنطو أولوية في عملكم؟ إحنا أهم قطاع كان هو خدمة المواطن. كل عملنا سواء كان دائرة البلدية أو ماء والمجاري والكهرباء كلها في خدمة في خدمة الناس وللإسراع في عودة العوائل. طبعا أنت من توفر الخدمات راح يكون عودة سريعة جدا، وهذا دي يلتمسه حقيقة. يعني إحنا نشوف المواطن متعاون ويانا بشكل مو طبيعي، قوات الأمنية متعاونة ويانا بشكل مو طبيعي ويا الأهالي. يعني إحنا نقدم خدمة بحيث إنه حتى يعني المقبرة لا سامح الله من تصير جنازة، بلدية الصينية تقدم بالمجان الحفارة، تقدم تنكر الماء، يعني تواسي لصاحب العزاء انه حتى جهد يقلل من جهده ويقلل من يعني الحمد لله وشكر المدينة كلش متجاوبة ويانا بشكل مو طبيعي، والناس هنا يعني اهل الصينية مثقفين جدا ما شاء الله، ثقافتهم عالية وإدراكهم بالمسؤولية. يعني اليوم البنى التحتية في ناحية الصينية متكاملة نقدر نقول عنها؟ نقدر نقول الحمد لله وشكر متكاملة. بالنسبة تشقد بالمية؟ نقدر نقول بالنسبة 70% متكاملة. بقى عندنا مشروع المجاري، احنا ما أقول لك أنا ما أقول لك على متكاملة البنى التحتية، بس عندنا مشروع المجاري، جانا مشروع المجاري وقفنا كل شغلنا. يعني كان عندي تبليط يعني هسه يتعارض مثلا، أنا عندي تبليط دعمني محافظة صلاح الدين دعمتنا بعشرة كيلو جميع الأحياء في ناحية الصينية. نعم. طبعا هاي تقسمت على كل الأحياء، كل الحي من تبليط أو إكساء. حاليا ما نقدر، يتعارض مع عمل المجال، فهي هاي أوقفتنا. يعني صارنا تقريبا سنة ونص احنا متوقفين ننتظر المجاري. المجاري طبعا هو يعني الأسبوع الجاي المقبل راح تباشر الأعمال في ناحية الصينية، هو أهم مشروع وأكبر مشروع في ناحية الصينية. نعم. فهو هذا المشروع اللي وقف قد يغذي مساحة تقريبا كصينية 5555 متر مربع. جميل حلو. هذا المشروع بعد ما أنه تخلص مرحلة التبليط؟ لا أنا أحكي لك كمساحة الصينية كاملة 5555 كيلو متر مربع. نعم. نعم. أما المجاري شملت كل الأحياء الصيني، كل نواحي الصيني. طيب الآليات اليوم وعدد العمال والوقود؟ نعم. يعني متوفر وموجود في بلدية الصينية حقيقة حجم تحتاجون أكثر؟ طبعا فيما يخص العمل العمال في حينها تم تقسيم العمال، البلدية ما حصلت على نسبة عمل كون المدينة كانت يعني حديثة العودة، فوقع الحصة الأكبر إنه للبلديات الكبيرة، والبلدية الصينية أيضا وقعت عليها حصتها، بس لازم أيضا ما تكفيها ما تغطي. يعني أنا اليوم عندي 59 عامل، يعني ما بيهم كتبة عشرة موظفين، كتبة بيهم عشرة، فالباقي عندي أيضا إداريين مهندسين فنيين بالضبط. يعني كلهم دي يصبح عندي ما يقارب 27. والآليات عامل. الآليات الحمد لله وشكر عندي بدعم من المحافظة، عندي شفرات 2 وعندي قلابات 4 وعندي جريدر. أيضا دكتور بدر أيضا ساهم بتجهيزه مشكورا قبل شهر. عندنا حوضية، عندنا عدد 2 الحمد لله وشكر، بس لكن مو بالمستوى المطلوب، لازم مدى تغطي عملي. نعم. لأن عمل في ناحية الصينية كثير جدا، ومنازل ما يخص المنازل عودة يعني الناس وعودة العوائل إلها تحتاج خدمات أكثر. يعني أيضا عندي مناطق منكوبة، يعني مثل كان نكون العصرية. نعم. العصرية أنا عندي منطقة منكوبة، يعني أهاليتها يعني الله يكون بعونهم، يعني لا كهرباء لا ماء لا خدمات لا أي شيء، وفروا لهم لا المي بالنسبة للمي والتبليط وفرنا لهم، لكن نسبة الدمار بها كلش عالي. يعني عندي العصرية وحي المثنى. طيب ما رفعت بها تقرير مثلا إلى الحكومة المحلية، وبدورها الحكومة المحلية مثلا ترفع هذا التقرير إلى الحكومة المركزية في سبيل أنه إيجاد صورة حل؟ بالتأكيد احنا ساهمنا بحملات رفع الأنقاض، فيها أكثر من 9 حملات، لكن مجمل من 1800 بيت قرابة 1300 بيت مهدم 100%. فأنا قلت لك يعني في ناحية الصينية من مجمل رفع الأنقاض المنازل المواطنين
تم رفع أكثر من 700 منزل. احنا نقدر نقول انه من 2019 حضرتك او من 2018 الى هذه اللحظه. طيب هذه السنين كلها ليش ما حاولتوا انه تنجزون هذا العمل يعني كتخلوه كاهم عمل لكم في البلديه؟ هو هذا كان اهم عمل طبعا في يعني كان يعني واكب عملنا. كنا دائما نطلب حملات طبعا في كل سنه يعني احنا بالسنه الواحده ما يقارب تجينا حملتين. تدري من كل مؤسسات البلديه يجمعون لنا اليات ويجيبونها. بالعكس يعني هذا موضوعهم دعمهم قوي بس تدري ايضا يحتاج جهد جهد كلش كبير يحتاج جهد يعني عندك انت الاليه تعطل الاليه تبنشر الاليه يعني مصاريف كلش عاليه. طيب هو يعني ما بلغت الاداره المحليه بالتأكيد. اداره المحافظه بالتاكيد اداره المحافظه على الاداره على تواصل ويانا على تواصل بالعمل ويانا يعني الناس بس حجم الانقاض كلش كبير حجم الانقاض مهيل جدا يعني يا حبذا انه لو اسوي لكم جوله في القريه العصريه وحي المثنى حجم الانقاض مهيل جدا يعني هسه ما بيها عوائل بيها عوائل ما يقارب 25 عائله نزلت بها فقط اي نعم حاليا نزلت بها 25 عائله وفر لهم ماء وكهرباء وخدمات وفروا لهم فقط على ذول ال 25 عائله اي اوكي نعم اكو لا هي يعني كل العوائل وفروا لها يعني خلينا نقول كهرباء ومي وهذا خط ناقل مي بس السادة اذا يرجع من يعني العوده وين راح يقعد؟ ما عنده بيت مفلش ينتظر رفع الانقاض ينتظر حمله رفع الانقاض ينتظر انه واحد يشيل انقاضه فقلت لك هي هاي كلها يعني تحتاج الى جهد يعني احنا كتبنا البلديه صلاح الدين والبلديه صلاح الدين خاطبه المحافظه انه نطلب جهد آلي من قبل رئاسة الوزراء حقيقة جاءنا جهد آلي لكن البيج ما وصل للصينيين نتأمل أنه من قبل من خلال قناتكم الفضائية المحترمة أنه نوجه رسالة لدولة رئيس الوزراء أنه هاي المنطقة منكوبة أنه نرجو من جنابه الكريم أنه يدعمنا بحملة جهد آلي الناحية الصينية حتى نقدر ننظف المنازل نقدر ننظف هاي الكم الهائل من الأنقاض حتى ترجع العوائل بسلاسة تسكن ببيوتها وتيجي ترجع انه بتعمر مناطق. اكو مشاكل معوقات تواجهها حاليا؟ لا الحمد لله والشكر، مشاكل معوقات ما عندنا كان في حينها. يعني كان في حينها مشاكل معوقات، اهم معوق كان عندنا الالغام. يعني كنا عايشين في انا والكادر مالتي حقيقه في رعب. نعم. يعني الانقاض كانت انا حسب علمي 42 يوم انت في العمل ما نزلت مثل صح. ما يقولوها بالعاميه حتى تشوف اطفالك. صحيح هذا الشيء صحيح احنا هاي بيا سنه؟ بالعشرين احكي لي عنها شوية أستاذ علي العشرين كانت سنة مؤلمة جدا أو 19 بدايتها كان الموقف جدا مرعب يعني حقيقة أنه نفس هاي البناية كنتوا بيها لا احنا هاي البناية يا سنة يعني سنة 2020 2020 لا هاي البناية كانت ما موجودة كانت بعدها لا يزال صندوق الأعمار طيب احنا كنا في دار تابع المدير البلدية دار مدير البلدية يسمونه يذكر بها مدير البلدية فنظفناها كانت محروق أيضا نظفناها وسوينا بها مطالع البلدية صلاح الدين تم إصلاحها وقعدنا بها سويناها دائرة فقلت لك بال 19 لل 20 كان اصعب موقف لنا انه كانت المخلفات الحربيه في كل مكان، كانت العبوات الناس في كل مكان. يعني كانت بها المرئيه وكانت بها الغير مرئيه، الغير مرئيه يعني عندما يجي يعني يجي ابو شفر يضرب كيله تطلع على الغام، تطلع على جيليكانات، تطلع على يعني فد شيء مرعب. فكان في اول حسباني انه اهم شيء كادري. كادر الجهد اللي دا يشتغل ويانا. كادر قليل كان قليل ايضا بس وهم يخافون يعني على ارواحهم كنا نخاف عليهم يعني الحقيقه نعم. هذول كلهم مسؤوليتي يعني هذول كلهم رقبتي فكنت اول واحد اكثر الاحيان كنت يعني اصعد انا بالشفر حقيقه يعني ليش؟ لان اشوفهم يعني يشتغلون ويتعبون حتى نسوي لهم جو عمل او ما يصير عنده نعم. اكتئاب وكذا فشوفوني وياهم مرات اصعد بالقلاب ومرات اصعد بالشفر فكنا متواصلين اخوه يعني وصار عليكم هجوم بنفس اللحظه كان هذا في 2016 2016 بدنا عمليه رفع الانقاض بالضبط صار كان ب 16 بعدين جينا شهر واحد فاخلتنا القوات الامنيه قالوا لنا اطلعوا جينا ب 2017 كان اكو هناك قوه ايضا فرقه التاسعه المدرعه ايضا بقينا 20 يوم اشتغلنا ايضا همين صار اكو مشاكل وتعرضات ايضا همين اخلونا مره ثانيه هم طلعنا رجعنا مره ثانيه المره الثالثه بال 1/12/2018 واستمر عملنا ولا يزال الحمد لله جميل خلينا نروح الفاصل استاذ علي ومن ثم نعود ان شاء الله اذا احبتي المشاهدين فاصل ومن ثم نواصل فابقوا معنا
أهلا بكم أحبتي المشاهدين مرة ثانية، وحياكم الله ضيفي الكريم مرة أخرى. أهلا وسهلا. الله يبارك بك أستاذ علي. نريد نتكلم عن الخطة المستقبلية، خط التنمية، حدثني عن هذا الموضوع. طبعا خط التنمية بتوجيه من دولة رئيس الوزراء أنه يكون خط التنمية معروف لدى الجميع أنه يبدأ من بصرة ينتهي بتركيا عبورا من محافظات العراق. حاليا أنا عندي معلومة أنه متابعين طبعا هذا الموضوع أيضا راح يكون محطة قطار محطة توقف في بيجي مقابل ناحية الصينية، أيضا راح يعبر من أمام ناحية الصينية. آخر إحصائيات أو آخر تحديثات لها معلوماتنا لهم أنه استكملت يعني فحوصات التراب لكل المحافظات أي من أجل أنه إعداد خط سكة خط التنمية اللي يمر إن شاء الله من خلال ناحية الصينية، أيضا قضاء بيجي راح يمر من قدام تستفاد من المنطقة طبعا. راح يكون هناك فرص عمل كثيرة للشباب العاطلين عن العمل، وأيضا راح يكون يعني مركز تجاري مهم جدا. طيب أكو نية بناء حي صناعي في ناحية الصينية، راح يوفر لك أيادي عاملة فوق 5000 شخص. صح طبعا، هو هذا المدن الصناعية من ضمن الموافقات لدولة رئيس الوزراء أيضا بتوجيه مقابل محافظة صلاح الدين. نعم. اشتغلوا عليها وحصلت موافقات بغرب الصينية إن شاء الله بعد القاعدة، أيضا هم حصلت موافقات لاستكمال مدينة صناعية متكاملة. طبعا هذا مهم جدا يعني كودن الصينية ناحية الصينية من المدن اللي أقدر أقول لك إياها مهمة جدا، حيث مطلع من اتجاه الغرب على حديثة غربا وشمالا موصل، وباتجاه الشرق كركوك، وباتجاه الجنوب خلينا نقول تكريت، يعني موقع مهم جدا، يعني قريب من مصافي الشمال وقريب من معمل الزيوت وقريب من مشروع الأسمدة، فهي ما شاء الله يعني منطقة صناعية تنجح بها بهذا المكان، وإن شاء الله توفر فرص عمل كثيرة جدا للشباب العاطلين. يعني بعد ما ينشأ هذا المشروع أو هاي المدينة الصناعية ينتقلون أصحاب المحل إلى هاي المدينة بالتأكيد، يعني مدينة من تصير مدينة عندك مدينة صناعية بكل الوسائل، يعني معامل صناعية، معامل بكل الاختصاصات بالتأكيد، يعني مو بس اختصاصات خلينا نقول السيارات أو الآليات، لا معدات الثقيلة أو كان يكون مخازن، كان يكون معامل صناعية، يعني مثلا مدينة صناعية، فهذا توفر فرص عمل كلش كثيرة لكل أبناء صلاح الدين، يعني ما يقال مثل ما تفضل جنابك أكثر من 5000 درجة وظيفية راح تنزل، فهذا مكسب للمدينة، يعني مكسب للمنطقة، مكسب للعوائل، مكسب للعوائل اللي ترجع، هاي كلها راح يصير عنده وارد، يقدر يشتغل ويقدر يعين عائلته. فإن شاء الله مشاريع مستقبلية وهادفة إن شاء الله تصب بمصلحة المواطن. أريد أن أنتقل وياك إلى موضوع التجاوزات. واجهت تجاوزات، كيف كانت يعني ردة فعل أصحاب التجاوزات وياكم؟ هل واجهتم معارك شرسة؟ هل واجهتم يعني المتجاوز انه ترك المكان وغادر التجاوز مالته؟ نعم، حدثني عن موضوع التجاوز. تمام، بالتاكيد موضوع التجاوز هو ايضا رئيس الوحده الاداريه ايضا هو رئيس اللجنه، نعم، يتم رفع التجاوز من خلال تقديم طلب من قبل البلديه ومشتركه تصير ابو الزراعه ورئيس مدير البلديه ورئيس الوحده الاداريه ايضا هو يرفع تجاوز، فاحنا بدنا نرفع تجاوز، اغلب التجاوز التي بدنا نرفعها سياج دار او كان يكون خلينا نقول مجرى ماء او يعني ماكو محل او بيت او لا، الحمد لله ما واجهنا، اكو بيوت يعني تجاوز بس مدى يتعارض ويا يعني العمل حجم العمل، يعني حجم العمل اللي بدنا نشتغله بعد انه اكو شوارع بعد انه اكو تبليط اكو مجاري، فاكو ناس هواي متجاوزه يعني على التصميم تقريبا. ايش قد العدد المتجاوزين استاذ علي؟ المتجاوزين ما يقارب اكثر من 2500 دار تجاوز. نعم حقيقه، يعني احنا هذه التجاوزات. طيب منو طاهم الموافقات؟ يعني انا اليوم ما اقدر اجي وابني في ناحيه الصينيه، اجيب بلوك وبنيت واذا ما محصل موافقه. هم ما عندهم موافقه اصلا. بعد شلون بنوا؟ هو يجي يستغل الوضع الامني اللي كان، يقول لك فارغه وما بها احد. اكثر شيء كان الوضع الامني فيه يعني خلينا نقول من 2014 و2015 كان يعني هاي فتره 2010 2000 هاي كانت فتره التجاوزات، اي كانت بها شويه يعني خلينا نقول فتره حرجه، انه كان يتجاوز المواطن يعني على تصاميم خارج التصميم يتجاوز،
فاحنا حصلنا التجاوز حقيقي يعني دور مدير الناحيه السابق دور مشهور جدا حصلنا ولا يزال حصلنا التجاوزات انه ما حد يتجاوز بس لكن اكو فكره يعني يا ريت انه يعني يستغلوها في احنا حكينا بيه اكثر من مره يعني بالاجتماعات نعم يعني اليوم احنا اكو كانت قوانين سابقه انه يعني تمليك التجاوزات حتى نخلص من هالموضوع هذا اليوم مشكلة التجاوزات مشكلة العراق كله نعم أكيد مدى تنحل موضوع مدى ينحل يعني اليوم أزمة سكن أكو أزمة سكن أكو فيضطر المواطن أنه يلجأ يعني وراح يروح فهو ابن البلد فنتمنى أنه الحكومة أنه تنظر لهذا الملف وهذا الموضوع أنه فكرة بسيطة جدا أنه يكون تمليك تجاوزات وفق ومعايير بلدية بحتة يعني كان يكون وفر يعني أنتم تخلون القانون بالضبط يعني القانون شنو القانون خلينا نقول الشوارع احنا ما عندنا قانون نفرض عليه نعم. يعني خلينا نقول فتشي قاس نعم. لا حاشا لله بس احنا قانون يعني خدمي قانون خدمي يعني ثبت له شوارع ثبت له حدوده فيبقى بهذا الجانب ويتمنى يعني اليوم اني اريد اعزز واردات البلديه استاذ يعني اذا بلديه الصينيه اذا صار قانون تملك تجاوزات تدري قد راح اجيب واردات البلديه اذا احكي لك على 300 متر مربع نعم يعني تدري هسه ماكو 300 متر كل واحد متجاوز 500 و600 أكيد. بالضبط فاقل تقدير انه ناحيه الصين 300 متر مربع كنا نعم. نخصص قطع اراضي الموظفين دوائر الدوله اذا على 300 متر مربع اذا اجي املك على 10000 دينار المتر المربع الواحد راح يصير عندي مبلغ فكيف راح تدخل ايرادات بالضبط نعم تدخل ايرادات فكم تجاوز انا عندي يعني انا ممكن الصينية واحدة يعني راح يصير ميزانية البلدية ممكن 20 إلى 13 مليار زين نقدر مثلا نعطيهم قطع أراضي نخصص لهم للمتجاوزين في سبيل أنه دول الألفين والكسور اللي ذكرتهم أنت نعطيهم مثلا قطع أراضي أو مبلغ مالي في سبيل أنه يتركون هذا المكان وأقدر أستفيد من عنده بغير أمر انت تقدر تبنيه اللي صارف على بيته مشكله يعني كلش كبيره يعني اكو ناس يعني مخلين بيوتهم ب 60 الى 70 مليون تنطي قطعه ارض يعني زحمه كلش ما يغادر هذا بس موضوع لا يعني ما انه احنا ما نقدر نرفع تجاوز او انه هذا عذر لا التجاوز لازم يرفع ما بيها مجال يعني يكون يفهم المواطن انه التجاوز ما ينسامح به نهائيا مو كلامك استاذ علي انه راح يسمع المشاهد يفسرها انه والله راح اروح انا باشر ابني بالصينيه وبعدين راح ينطوني تعويض او ينطوني فشي كذا واطلع لا تعويض ماكو استاذ يعني ماكو قانون قلت لك يعني اكو احنا اللي حصلنا التجاوز الاصولي التجاوز الاصولي خلينا نقول على التصميم يعني لو يصير فكره انه تملك تجاوزات ونحصر هذا الملف هذا بهذا الموضوع يعني يصير يعني كفكره نعم. بس ايضا يعني ك يعني بلديه الصينيه ايضا عندنا مدينه جديده يعني نعم. ايضا هسه المدن الجديده 3333 دونم ايضا هسه احنا بدنا نشتغل بالوزاره حاليا قطع اراضي بدنا نفرز للموظفين دوائر الدوله استكملت كافه الاجراءات ان شاء نعم. الله يعني اجراء قليل جدا وصادق عليها ان شاء الله الوزير ونبدا نخصص قطع اراضي للموظفين دوائر نعم الدولة. هو اكو بيهم موظفين يقولون احنا مقدمين مثلا من 2016 2017 ولحد الان ما طلعت اسماءنا احنا هسه حاليا عندنا ما يقارب 300 طلب قلت لك احنا سوينا من ضمن البلديات اللي سوت مشروع مدن جديده نعم. ساهم ايضا بهذا المشروع واشتغلنا على الملف هذا قلت لك انا عندي 3333 دونم يعني 1000 دونم يعني الحمد لله كل يعني سويتوا عليه المسح مثل ما يقولون بالضبط يعني كملنا اجراءاتنا كلها كلمه اجراءاتنا وبالنسبه للدوائر المعنيه عدم تعارض بالنسبه للدوائر الاثار دائره النفط ووزاره العدل كل الاجراءات استكملت ان شاء الله بقت عندنا بس الاجراءات دائره البيئه ايضا هسه كملت طور كمان الاجراءات ويصادق عليها الوزير ان شاء الله المحضر ويبدا ان شاء الله توزيع تخصيص قطع اراضي بامره السيد المحافظ صراحه ان شاء الله اكو من دي نفسك على المنصب مالتك؟ لا الحمد لله وشكرا اني اصلا ما افكر بالمنصب حقيقه انا من جيت هذا المكان سؤالك وجيه جدا وأشد علي لك هذا الكلام حقيقة أول ما نزحنا عام 2014 إلى كركوك ما تركت أهل الصينية حقيقة يعني أحكي لك أنا ابن الصينية يعني أول وثاني ابن الصينية وين تروح أكيد يعني تمام اليوم المنصب ما يدوم ولا الكرسي يدوم لحد نعم يدوم غير وجه الله سبحانه وتعالى فعملك أنت فمن كنت أروح
للمخيمات، مخيم النجراوة، مخيم ليلان. من كنت أشوف حقيقة يعني، من كنت أنا وسيد مدير الناحية ورئيس المجلس مشكور في حينها أيضا مرة مرتين راح ويانا، فأنا كنت كل عيد أروح ياهم، أنا ما عندي شيء أقدم لهم يعني، بس مجرد دعم المعنوي. فكنت أدعي من الله سبحانه وتعالى إنه الله يوفقنا والله يبارك يعني يسهل لي أمري إنه أنا أرجع أخدم هذه الناس وأرجعهم، إنه أكون سبب إنه أرجع هاي العوائل اللي اندلت وهم أكرم إن شاء الله عوائلنا، يعني ابن الصينية وبنت الصينية أو بنت الأنبار أو بنت صلاح الدين وبنت الموصل أو بنت الشرقات، كلهم خواتنا يعني، يعز علينا إنه نشوف أجل لك الله الصحيات سوية ومشتركة، هذا ما يصير. يعني اليوم أي واحد ما يقبلها على غيرته يباوع إنه أخته وأمه بهذا المكان، المكان البشع خلنا نقول، وهم أكرم إن شاء الله ولو إنه كانت مفرطة الحكومة، كانوا موفرين وسائل الخدمة، بس لكن ما يليق بيهم يعني، كل واحد بيته ما شاء الله اللي 300-400 متر وما شاء الله ديوان عامر. فأكثر الناس اللي كانت عندها إمكانيات للأسف في ذيك الحقبة إن شاء الله اللي مترجع إن شاء الله بعد انذلت الناس وهم أكرم إن شاء الله. فالحمد لله والشكر إنه رجعت، وكان عزيمتي بالله سبحانه وتعالى إنه شدينا عزمنا بالله سبحانه وتعالى، كان هدفنا الأول والأخير إنه نرجع المواطن والحمد لله والشكر رجع المواطن والناس تدعي لك بالخير. ثمرت عملنا كان ولا يزال انه عندما نشاهد انه نشوف الاولاد يروحون للمدارس، تفتح المدارس، تفتح ابواب المدارس، فهذا وتروح الناس تمشي بالسوق، هذا اقدر اقول لك اكثر يعني اكثر ما يفرحنا انه هاي ثمرت عملنا الحمد لله والشكر، من جاي نشوف ثمرت عملنا قدامنا انه الناس ارتاحت، رجعت الناس العوائل، رجعت لبيوتها، فهي هاي ما يهمني يعني لا كرسي ولا يهمني منصب ولا يهمني اي شيء، الحمد لله والشكر، بس فقط انه اديت الامانه بصوره صحيحه، اديت الامانه انه في حين كان اهالي الناس امس الحاجه انه تقدم لهم خدمه، الحمد لله والشكر لا يزال انا بخدمتهم كلهم جميعا. استاذ علي بمحبه شفناها والتمسناها، اغلب يعني حتى لا نظلم انه راح زار النازحين، اما يروح لهم خالي الوفاض أو شايل وياه مجموعة من السلال الغذائية، بعدين رشح على الانتخابات إلك نية؟ حقيقة أنا مبتعد من ابتعاد كامل من هذا الموضوع، لأن ما أحب يعني مع جل احترامي للسياسة ما أحب أطرق بهذا الموضوع، يعني أنا من قلت لك من عملت بغيرتي على المنطقة وغيرتي على أهلي إنه أعود أهلي، فهي كانت فرصة إنه تثبت نفسك وانه انت منتمي لهذه المنطقه ومنتمي لهذا متمسك باهلك وناسك، انه ترجع مدينتك، ترجع ناسك بمحبه، ترجع ناسك مرفوع الراس، تساهم بسعاده الناس، وهي هاي اكثر شيء عندي بالدنيا. ابدا نهائيا ما افكر بهذا الموضوع، انا افكر شلون اخدم الناس اكثر بعد، اقدم لهم اكثر خدمه، انه حقيقه انه الخدمات المقدمه في ناحيه الصينيه دا حسب تقصير، انه انا ما اقدم لهم خدمه، كل ما أبادر أقدم لهم خدمة هي قليلة بحقهم. كل الصينية كان صينية أو كلهم أبناء أو البيجي أو صلاح الدين أو العراق كله، كنا شعب واحد وأخوان إن شاء الله، وبالعكس أول وتالي رضا الله سبحانه وتعالى ونعم بالمقام الأول. وهيك تربينا إحنا وهيك تعلمنا، وأبقى هذا وضع يعني، أبقى أنا أبو سيف ما أتغير. الله يحفظك إن شاء الله. خلي أقول لك أبو سيف لعد. أبو سيف، موضوع التشجير الجزر الوسطية، الحدائق، هذه كانت مبادرة مثلا من قبل المنظمات، من قبل صندوق الإعمار، من قبل المحافظة، من قبل المجلس، من اللي دعمكم بهذا الدعم؟ طبعا هذا كله كانت مخاطبات البلدية صلاح الدين، وصير بها كشوفات وعلى محافظة صلاح الدين تدعمنا بها كإعادة تأهيل، كإعادة تأهيل من جديد حدائق وأشجار، ايضا ساهمت دائره التصحر بيجي. صحيح يقولون الشجره الوحده كانت ب 10,000 دينار؟ والله صار اكو اشجار، يعني اقدر اقول لك اكو اشجار غاليه واكو اشجار رخيصه. اكو اشجار ممكن ب 3,000 دينار، اكو اشجار ب 25,000، اكو اشجار يعني حسب الاشجار اللي انت تجيبها وارتفاعها. هنا يحكمك. الارتفاع احنا ما نجيب شجره ارتفاعها 50 سنتيم 60، لا كلها نجيبها متر، متر ونص، متر ونص، متر سنتيم، متر 80، وهذا نجيبه. فأفضل أنواع عندنا نجيب، ما شاء الله كنا صارت صينية، لا ما شاء الله صارت غابة الحمد ما شاء الله، ولا يزال أنا يعني أهم شيء يعني عند التشجير. تدري اليوم العالم بأجمع بأسرع أنه يعاني من التصحر،
فهسه عندنا ايضا مشروع اخر مقدمين به المحافظه صلاح الدين حزام اخضر ناحيه الصينيين. هاي نقدر نقول ابرز المشاريع المستقبليه. بالضبط. حزام اخضر ناحيه الصينيه، كون ناحيه الصينيه من المناطق الصحراويه. نعم. اتجاه الغرب تجينا عواصف رمليه، فهذا الحزام الاخضر ايضا يقي بيجي ويقي الصينيه من عواصف الترابيه. هم بدنا نشتغل على هالموضوع هذا ان شاء الله. الحزام الاخضر راح يكون تعاون ويا دائره الزراعه. بالتاكيد دائره الزراعه وايضا دائره الابار. دائره الابار هي الموارد المائيه. يعني هذا المشروع شو كتبدي تنفيذه ان شاء الله؟ احنا رفعنا البلديه صلاح الدين، بلديه صلاح الدين رفعتها كخطه عمل لمحافظه صلاح الدين وان شاء الله نعمل به بحيث من تحصل موافقات مباشره نعمل به، لان انا نحب دائما يكون عملنا سليم بالبدايه وكل ناخذ موافقات الاصوليه كامله حتى نباشر ان شاء الله بالعمل. طيب اليوم الشباب يحتاجون الى كوفي، الى اماكن ترفيهيه، الى متنزهات، اكو خطه مستقبليه لبناء هذه الاماكن الترفيهيه في ناحيه الصينيه؟ تمام. انا عندي قطع اراضي اعلناها استثمار ايضا. اي واحد شخص يقدم عليها استثمار كان يكون ايضا هي مقهى. قدمنا عليه اكثر من مره ما جانا راغبين، فايضا من خلال برنامجكم اي واحد يجي يقدم في ناحيه الصينيه كوفي موجوده. هسه احنا الكوفيات 3 كوفيات 4 الناس ايضا مسوين على حسابهم الخاص في ناحيه الصينيه. وفيما يخص ايضا الملاعب، ملعب في ناحيه الصينيه ايضا انشئ على دعم محافظه صلاح الدين. نعم. تنميه اقاليم. ملعب كبير، وايضا ملعب خماسي ايضا تم تطويره. وايضا عندك شيء 10 ملاعب احنا بالجرايدر سوينا، كل 10 سوينا لها ملعب حتى. جميل. أي يعني الشباب وين يروح؟ الشباب وين يروح؟ وبالتالي حقيقه كان موقف الشيوخ العشائر في ناحيه الصين موقف بارز جدا يعني. نعم. في دعم الاداره المحليه ودعم البلديه ودعمنا، وايضا بارزين كانوا في ناحيه الصين ايضا سياسيين ما اريد اذكر اسماء كانوا بارزين جدا يعني في مطالباتهم دائما. نعم. محافظه صلاح الدين يطالبون بتوفير الغرض الفلاني فلاني، فالحمد لله والشكر كانت يعني عملنا متواصل جدا. احنا عملنا ويا الكل. نعم. اي واحد يجيب خدمه للمدينه والاهل، لان طبعا هم يعني شباب 3 من الصينيه ما شاء الله عليهم دائما سياسيين يطالبون، والحمد لله والشكر احنا تلبي طلباتهم ونتواصل طلباتهم ويجيبون الخدمه للمدينه، خدمه لاهلهم وعافيه عليهم. طيب اكو بالنية انه بناء مجمعات سكنيه في ناحيه الصينيه؟ كمجمعات سكنيه هسه حاليا يرتبط موضوعنا في المدن الجديده. منتجين مدن جديده ان شاء الله نقدر كل شيء نسوي، يعني تدري منتج مدينه جديده انت مقسمها. وكان اكو اجتماع قبل فتره في مجلس المحافظه. نعم. واعتقد حضرتك يمكن كنت موجود بهذا الاجتماع، تطرقتوا لهذا الموضوع. نعم، مدينه جديده احنا هو من يصير عندك مدن جديده تقدر تقسم تقدر ترتب شغلك على اساسه. نعم. انت بيصير عندك مدينه جديده مقسم كل مقسم عندك قطع اراضي على اساس انت تقدر تبني مجمعات سكنيه. لان تدري مجمع سكني لازم وياها خدمات، لازم وياها جامع، مدرسه، روضه، شوارع، فانت من يصير عندك مرتسم كامل. نعم. تقدر على هالمرتسم هذا تقسم وعلى اساسه تبني اي مجمع تريده. جميل. طيب موضوع المولدات، الامبير لاحظت انه بعض اهل المولدات انه تجاوزوا على السعر المحدد من قبل القائمه المقاميه من قبلكم، انتم لكم دور بهذا الموضوع؟ حقيقه موضوع المولدات حصلا عند سيد مدير الناحيه هو يتحكم موضوع المولدات، الناس متعاونين، اما اكو يعني ناس تتاخر بالتشغيل، يقدم تشغيل ياخر تشغيل، ايضا الحمد لله نعاني من هالموضوع هذا. نعم. اي بس على العموم الامور جيده الحمد لله والشكر. بس فيما يخص المولدات يعني حبذا انه لو يكون تجهيزهم بماده الوقود، زياده كميه الوقود حتى. نعم. يتقل على المواطن سعر الامبير. يعني يقل على المواطن مكان ما يكون سعر الامبير 10,000 دينار راح ينزل 6,000 دينار او 5,000 دينار. يعني من تدعمه بالغاز ايضا المواطن ايضا هم يرتاح يعني، وبالمولده يصير عنده ساعات تشغيل اضافيه هو مرتاح من يروح يشوف البرميل الغاز اللي الدولة تدعمه، حتى لو يروح يشتري تجاري فهو مرتاح انه البرميل الغاز ما راح يوصل 90,000 دينار بالسوق التجاري، اما قبل لا تذكر جنابك كان. نعم. برميل النفط برميل الغاز وصل 200,000 الى 180. فمن يصير دعم بالغاز طبعا هذا يصب بمصلحه المواطن. خلينا نرجع شوي على العوائل العائده من النزوح. نعم. هل وفرت البلديه كل ما يستحقه المواطن؟ لان بالبدايه ذكرنا انه
المواطن ما يريد يرجع يقول لك ماكو خدمات في بعض المناطق في ناحية الصينية. وفرتوا لهم هذني كلها في سبيل أنه يرجع؟ احنا كل الصينية من باوعها بعين واحدة، كل الأحياء باوعها بعين واحدة، كان سواء كانت بالخدمات أو توزيعها وتقسيمها بالنسبة للحاويات، بالنسبة لأي شيء كان سواء الكهرباء والماء. فكل الصينية من بداية السيطرة نهاية آخر حي فهو واصل إلى كهرباء، واصل إلى ماء، واصل إلى خدمات. فالمواطن ما عنده مشكلة بهذا الموضوع نهائيا يعني، والحمد لله والشكر. احنا نحكيها بفخر، نعم، انه احنا من تحكي هذا الموضوع انه تحكي بفخر انه انت مقدم خدمة، نعم، ومقدم خدمة وانه متواصل بالخدمة ايضا يعني، نعم، ما متقاعس عن الخدمة او او تتردد او تخاف تحكي هذا الموضوع. احنا من بداية الصينية نهاية الحمد لله والشكر موفر كل الخدمات. بس السيد المحافظ صرح انه يعني الميزانية ما تكفي شهرين او ثلاثة، خاصة بيجي ما لها اي نصيب هذا الموضوع. والله احنا كناحية الصينية حاليا ما عندنا مشاريع بسبب المجاري. مجاري هي حكمت على المدينة انه نبقى 3 سنوات ونص نبقى يعني ننتظر لما يكمل مشروع المجاري حتى نقدر ناخذ حصتنا من المجاري من الخدمات العفو. نعم. فهي اما لو ما عندنا مشروع مجاري لا يختلف الموضوع بالنسبة للتبليط، بالنسبة يعني مشاريع اخرى كانت سريعة، مشاريع خدمية، ارصفة، انارة، أعمدة. فمشروع المجال حقيقة وقف لنا كل شيء. هسه كل الأحياء اللي موجودة في ناحية الصينية واصل لها المي، واصل لها الكهرباء، واصل لها التبليط، نعم، كلها ما ظل أي حي إنه بدون هاي الخدمات. كل الأحياء واصل تبليط قديم، واصل تبليط جديد. أما عندنا أحياء لحد الآن تحتاج، تدري يعني ما بعد ال 2014 ولحد الآن طبعا تكسرت الشوارع. نعم. تكسرت الشوارع، عمرها الافتراضي انتهى. فتحتاج كساء، تحتاج اكو شوارع يعني التصميم عندي تصميم اساسي حي الوليد اللي احنا نقول حي الدهش، يعني يحتاج تصميم كامل، يحتاج كله تبليط. ف يعني تحتاج مدينه الصينيه للتبليط كل شوارع. اكو تعاون من قبل اعضاء مجلس النواب في مدينه بيجي وياكم؟ حقيقه التمسنا انه يعني اعضاء مجلس النواب يعني ست عفوا ما قيسي بشرى، بشرى القيسي، نعم، بشرى القيسي دائما متواصله ويانا ودائما احنا وياها على تواصل، وايضا الدكتور بدر الفحل رجل مشكور دائما على تواصل ويانا، ايضا الدكتور احمد عبد الله عبد الجبوري ايضا متواصل ويانا، نعم، بكل لحظه. الدكتور احمد عبد الله عبد ايضا عنده مكتب هنا، مكتب سياسي، فدا يتواصلون ويانا من خلال مدير المكتب، دا يوفرون لنا الخدمات، دا يوفرون لنا، يطالبوننا. فقلت لك يعني اكو شباب يرفعون طلباتكم ايضا الى الحكومه المركزيه في بغداد، يرفعون طلبات، تجي موافقات، ايضا عندنا احزاب اخرى يرفعون لها طلبات، تجي موافقات، تجي الحمد لله المواطنين يعني بده يتجهون من خلالهم، بده يوفروا لهم خدمات، يوفرون للبلديه خدمات. الحمد لله وشكر الوضع جدا جدا يعني صار مستقبل صيني. شنو طموحاتك المستقبليه في ناحية الصينية؟ طموحاتي في ناحية الصينية أنه الله يحفظ هاي المنطقة ويعم عليها السلام، يعم عليها الأمن، وأشوف أولادها يكبرون. أنا أشوف الدمعة بعينك. عانيت أنا بهاي المنطقة حقيقة، عانيت يعني تعبت بهاي المنطقة، بس تستاهل المنطقة، اللي هي منطقة نكبت، منطقة انظلمت. تستاهل هاي الدموع؟ يعني الحمد لله والشكر احنا ان شاء الله نقدم لها اكثر واكثر، ان شاء الله نتمنى نقدم لهاي المدينه اكثر واكثر، نشوفها احسن من كل المدينه، نشوفها افضل من كل المدن، نتمنى لها الموفقيه، نتمنى لها الامن والاستقرار، ونتمنى لها خدمات اكثر واكثر ان شاء الله مستقبلا، ونشوفها على مستوى محافظه صلاح الدين الاولى. نتمنى يعني كل مدير دائره يتمنى انه يتفوق على بقيه الدوائر. فهو هذا كان صميم عملي انه اتوفق بعملي من بعد الله سبحانه وتعالى، ووفقنا الله سبحانه وتعالى بعملنا، وكان كل جهدنا انه سخر المواطن. فاحنا هذا الكرسي ما دائم لحد. هذا الكرسي ما دائم لحد نهائيا. هو تكليف وليس تشريف. استاذ علي انا حقيقه هذه دموعك اختم بها حلقه هذا الأسبوع، ما راح أعلى في كلامي على هذا الموقف المشرف والمليان غيرة وأحاسيس على ناحيته وعلى منطقته. اليوم العراق
سنة، شيعة، كرد، عرب، صابئة، مسيح، كلنا إن شاء الله إيد وحدة في سبيل بناء العراق بجهود الخيرين، بجهود النشامة، بجهود كل من يحاول أنه رمح الله سبحانه وتعالى في الأرض أنه ما ينكسر. لا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى المهندس علي بدر عبد مدير بلدية الصينية. شكرا لكم. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. بارك الله بكم. ختاما تقبل تحياتي مصطفى القزاز وتحيات فريق العمل، نلتقيكم في الأسبوع المقبل. إلى العراق تحية. شكرا جزيلا. بارك الله بكم.